لحظات تضامن إنساني عابر للحدود والتصنيفات. صرخت غزة، فلبت الإمارات النداء. تألمت غزة، فهبت الإمارات تمد جسور العطاء. اشتكى جسد غزة، فتداعت له سواعد الإمارات، شباباً ورجالاً ونساء. عملية المساعدات الخارجية هذه مهنة، هاي مش أنت تختارها، هاي سبحان الله من رب العالمين يسخرها لك أنك أنت تساعد فيها الناس. مساعدة المرضى ومساعدة المحتاجين من المرضى بيجيك من كل الجنسيات، فهذه الأشياء اللي هي نمت في حب المساعدات الخارجية. باشرنا العمل على طول، نعمل على إجلاء المرضى برفع الأسامي من قطاع غزة، يوصلون إلى معبر رفح، من معبر رفح نعيد تقييم حالتهم مع الفريق الطبي المتواجد من دائرة الصحة. 1000 مريض سرطان و1000 مريض إصابات حرب من الأطفال، المريض اللي محتاج عناية طبية ينقلونهم إلى مستشفيات العريش لمتابعة العلاج، والمرضى اللي ممكن أنهم يتحملون أنهم يذهبون إلى الطيارة يقوم الفريق الطبي معاينتهم ورفع أسماءهم وننسق على خروجهم من معبر رفح إلى مطار العريش. ينقسم الفريق إلى عدة أقسام، فريق إذا كانوا المرضى بيروحون على مستشفيات العريش يواصل الذهاب إلى مستشفى العريش لمتابعة حالتهم، لأن هذا صاروا أمانة عندنا إحنا. لازم العمل الإنساني يكون موزع عليهم بشكل دقيق. عندنا الهوية والجنسية، عندنا الأزمات والكوارث، عندنا دائرة الصحة، وزارة الخارجية، وعندك مبادرة الفارس الشهم، كلهم نقول جهة واحدة، يعني يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة. فريق العمل صراحة أكثر من إخوان، إذا قلت لك عائلة واحدة أقول لك يعني أكثر بعد من عائلة واحدة. في يوم من الأيام عندنا لستة مرضى، جلسنا ساعة ورا ساعة ونسمع أصوات الضرب والجامات في المعبر تهتز، معبر رفح. في هذاك الوقت يعني أيقنا أن ما في أحد بيطلع، سبحان الله تقول جالس على أعصابك. يعني على الساعة 8 جانا مريض واحد، شيء مؤلم أنك أنت تنتظر المرضى هذيل، ويزعجك أن المريض هذا ما قدر أنه يطلع من المعبر. تجينا بعض الحالات اللي ممكن يعني هو متشبث بالأمل، جتنا حالة يعني كان الهيموجلوبين فيها ما يسمح أنها تقلع بضغط الطيارة، جبناه بسيارة إسعاف من معبر رفح لمستشفى العريش، أخذ دم، الهيموجلوبين ارتفع عنده قبل الطيارة بساعة، تواصلنا ويا المستشفى، نقلوا المريض إلى مطار العريش. والله لو شفته تقول يعني كنوز الدنيا كلها قدام عينه. يعني فيه مرضى تواصلنا معهم، عوائل مش مريض، عوائل تواصلنا معهم على اساس انهم يطلعون، وفي الاخر تسمع من جاره انه مستشهد ولا البيت طاح عليه. والله ما نياس، نبحث في المستشفيات، في حد منهم استشهد، في حد منهم لا، والله اللهم لك الحمد قدرنا نوصل له وقدرنا أن ننقله للدولة الإمارات العربية المتحدة. فحالات كثيرة جينا يعني
بس أنت تحاول أنك تبعث فيها بصيص أمل على أساس أنك أنت تساعد الناس هذين. هذا نعتبره تحدي لنا أن نرفع ونزيد عدد الأسماء اللي ممكن أن نطلعهم. الحمد لله سرعة إجراء المرضى والسرعة في الأوبريشن وسرعة العمليات في المستشفيات ودقتهم، هاي ساهمت في إحياء كثير من الأنفس. توجه الحكومة في نطاق المساعدات الخارجية هذا جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. المساعدات الخارجية مش من اليوم، من قبل تأسيس دولة الإمارات قبل الاتحاد ومن بعد الاتحاد إلى الآن عدة أجزاء الدولة ساهمت فيها في كل الجوانب، جانب الإنساني، الجانب الطبي، مبادرة المستشفى العايم، مبادرة المستشفى الميداني، مبادرة تحلية مياه البحر، الإسقاط الجوي، التوريد والتغذية والمواد الطبية، وعندنا المخابز. نعم الحمد لله أن احنا جزء من الفريق هذا، فريق العمل. شرف ووسام. دعوة المحتاج، الشخص اللي منكوب، لما توصل له المساعدات وتعطيه تشوف أنه هو نفس الشيء يقول الدنيا بخير، في ناس طيبة، هذه دعوته ما بينها وبين الله حجاب. زرعت حاجة تحصدها في النهاية، فهذا الحصاد اللي احنا ياسين نحصده وياسين نعلمه أبنائنا ونعلمه أهالينا ونعلمه البيئة اللي احنا ربينا فيها. عنا المساعدات هذه جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.